والآن إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يهزم الإنتاج 2-1 ويدخل مرحلة حسم الدوري مبكرا. الأخبار، الأهلي عطل عجلة الإنتاج. الوفد، أحمد حمودي يغيب عن مواجهة الأهلي والداخلية. المصري اليوم، باسم علي يجري فحصا طبيا لتحديد موعد مشاركته في تدريبات الأهلي. الوطن سبورت، الأهلي يستعد للداخلية دون راحة. وفي الشروق نقرأ حسم موقف عمرو جمال خلال أيام. اليوم السابع، الخطيب يجتمع مع لجنة الاستثمار ويبحث مشروعات اقتصادية جديدة. فيتو، البدري يبدأ دراسة مولانا الجابوني بالفيديو. الميدان، عبد الحفيظ، الأهلي يسير بخطى ثابتة للفوز بالدوري. رياض 24، معوض لدينا هدف وحيد من مبارياتنا المقبلة. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.